أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في الحلقة رقم 27 من برنامجنا برنامج جاياتهم بعلم إحنا النهارده في الجزء 30 سورة النزعات آخر آية في سورة النزعات الآية رقم 46: كأنهم يوم يرونها هي يوم القيامة لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. يا رب الكلام ده أنا سمعته حد كان بيتكلم عليه قبل كده مين؟ مين اللي كان بيتكلم في الموضوع دوت قبل كده؟ أينشتاين. أينشتاين والنظرية النسبية بتاعته. الآية دي بتلخص النظرية النسبية لأينشتاين أو نقدر نقول إن النظرية النسبية لأينشتاين تتوافق تماما مع هذه الآية. هو طبعا كلنا نسمع كتير قوي عن النظريه النسبيه بتاعت اينشتاين لكن ايه هي فعلا النظريه عباره عن ايه بيتكلم على ايه ناس كتير قوي ما تعرفش المواضيع ديت. بجانب نظريه اينشتاين النسبيه قعدت فتره طويله جدا محل جدال ونقاش ومحاوله اثباتات والناس عايزه تثبتها ومش عارفه انا عايز اقول لحضراتكم ان احنا عندنا تطبيقات كتيره جدا مبنيه على النظريه النسبيه لكن فعليا لحد وقت قريب كانت كانت النظريه النسبيه لم تثبت بكامل قوتها في حاجات كتير قوي العلماء قعدوا فيها عشرات سنين وصرفوا مليارات عشان يثبتوا اجزاء منها وما عرفوش، ولحد دلوقتي في اجزاء من النظريه النسبيه مش عارفين نثبتها كانت صح ولا غلط، لكن مع الوقت كل شويه بنكتشف حاجه وجديده اينشتاين قالها من زمان. ايه بقى موضوع النظريه النسبيه مع الايه ديت؟ احكي لكم قصه كده بمنتهى البساطه، اينشتاين جت في دماغه ازاي الموضوع دوت هو بيحكي بيقول ان هو كان بياخد القطر من البلد اللي هو قاعد فيها للجامعه بتاعته في سويسرا وانا كان ليا الحظ ان انا زرت الجامعه بتاعته واتصورت قدام المكتب بتاعه اللي كان قاعد فيه في الجامعه في سويسرا. وهو قاعد في القطر ومدي ظهره للسكه يعني هو القطر لما يتحرك هو كان في المحطه لسه القطر لما يتحرك هيمشي اينشتاين هيبقى قاعد بظهره فهيتحرك بظهره فهو بيقول انا كنت قاعد وباصص على الساعه بتاعه المحطه. فهنقول مثلا ان القطر المفروض يتحرك لما الساعه تيجي 9. هي عندهم هناك القطرات بتمشي بموعدها بالظبط بالثانيه فهو بيقول انا قاعد باصص في الساعه كده ومستني الساعه تيجي تسعة عشان القطر يتحرك واول ما اقرب ال... الدقايق والثواني وقف عند التاسعة تماما القطر ابتدى يتحرك فاينشتاين بيبص للساعه هو ماشي بظهره والساعه بتبعد عنه فجي في دماغه فكره بيقول يبقى قال انا لو بتحرك بظهري بسرعه الضوء والساعة دي قدامي يعني انا باصص للساعة اللي في المحطة دي قدامي لكن انا بتحرك بظهري بسرعة الضوء هيحصل ايه؟ كانت الاجابة اللي هو جاوبها لنفسه ان هو ما هيشوف الساعة ما بتتحركش وان عقرب الثواني هيقف مش هيتحرك وان الوقت هيقف ليه؟ لان الضوء اللي جاي له احنا قلنا قبل كده في الحلقة في حلقة من الحلقات لما بنشوف ازاي ازاي حساب سرعة الضوء الضوء بيجي لنا ازاي وانا بشوف الساعة ازاي في مصدر اضاءة بيلقي الضوء بتاعه على الساعة ديت مصدر الاضاءة ده بيرتد عليا فانا بشوفه فالضوء بياخد وقت على ما يجي من الساعه لعينيا الضوء بيتحرك بسرعه الضوء اللي هي 300000 كم في الثانيه تقريبا فهو بيقول انا لو قاعد كده والضوء بيجي لي من الساعه بسرعه الضوء وانا بتحرك بسرعه الضوء فانا ساعة بالنسبه لي هتبقى ثابته احنا كنا حكينا القصه دي في لما ربنا اقسم ولا اقسم بمواقع النجوم وانه قسم لو تعلمون عظيم وبالتالي اينشتاين قال لو انا بتحرك بظهري والساعه قدامي فانا الوقت عندي هيقف وأبتدى يتكلم على علاقه الوقت بال... بال مش بالحركه بقى علاقه الوقت بالضوء وحسابنا احساسنا بالوقت وما هو الا احساسنا بالضوء واخترع اللفظ اللي احنا سميناه السبيس تايم او الزمكان ان انا وجودي في المكان بي... 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 ليه علاقه بوجود الوقت في المكان وان انا لو اتحركت بسرعه عاليه فاحساسي بالوقت هيختلف لان هو ضرب مثال او الناس بعد كده ابتدوا يطبقوا الكلام دوت انا مش هخش بقى في موضوع السفر عبر الزمن سواء للماضي او الحاضر لان ده جزء من النظريه النسبيه محدش عارف يثبته تقريبا بعض الناس عندها بعض الادله عليه بس انا مش هتكلم عليها دلوقتي لكن هو قال لو انا اتحركت بسرعه كل ما سرعتي هتزيد كل ما احساسي بالوقت هيقل ولو خدنا مثال رواد الفضاء اللي بيطلعوا يدوروا حوالين الكره الارضيه في المحطه الفضائيه الدوليه مثلا دول بيلفوا بسرعه 28000 كم في الساعه تقريبا فهو احساس الوقت عنده يقل وهو قال لو في بني ادم مننا سافر للمريخ ورجع فلو هو لو خد السكه رايح جاي مثلا في سنه فهو هيرجع الارض هيلاقي الناس اللي على الارض عاشت سنتين او ثلاثه طبعا ده بنسبه بنسبه ما بينه وما بين سرعه الضوء لو هو سافر بنص سرعه الضوء راح جاي وجاي, وجاي. هو خد لو خد في السكه دي سنه الناس اللي على الارض هيحسوا ان هما سنه قعدوا سنتين لان كل ما بسافر بسرعه اعلى كل ما الوقت عندي بيحصل له ستريتشنج او بيمتد او بيم... بيتمط بي... وبيقل ومن هنا جت النظريه النسبيه لاينشتاين حد لحضراتكم اكزامبل تاني يمكن يبقى يعني ابسط شويه هو طبعا في اكزامبل اينشتاين قاله بس مش هقدر اقوله معلش احنا صايمين فخليه ممكن في وقت تاني بعد الفطار بقوله لكم لكن حد لحضراتكم اكزامبل تاني ظريف قوي لو نفتكر كده ماتش الاهلي والزمالك بتاع القضيه ممكن دوت الجون بتاع قفشه جه تقريبا في الدقيقه 84 حاجه كده الست دقايق اللي كانوا باقيين من المباراة لما يخلصوا عدوا على جمهور الاهلي كأنهم ست سنين الوقت مش عايز يمشي الوقت واقف هم عايزين الحكم يصفر عشان ياخدوا البطولة ويخلصوا في المقابل الوقت عد على جمهور الزمالك كأنه ست ثواني هم عايزين الوقت يمتد عشان يلحقوا يتعادلوا الوقت بيجري ناس في نفس المكان في نفس اللحظة في نفس الايفنت ناس الوقت عندهم بقى بطيء جدا وناس الوقت عندهم بقى سريع جدا وبالتالي احساسنا بالوقت بيختلف بسرعتنا وبالايفنت اللي احنا موجودين فيه. كل ما سرعتنا تزيد كل ما احساسنا بالوقت هيقل او الوقت اللي احنا هنعيشه هيمتد او هيحصل له ستريتشنج هيسترتش يعني زي الاستيك كده هيمت معايا لدرجه ان انا لو طلعت سافرت بسرعه الضوء ورجعت ده فرضيه فانا هروح واجي يمكن في ساعه لكن الاقي الناس اللي على الارض خلاص ماتوا واتدفنوا وده اثار موضوع غريب قوي في موضوع النظريه النسبيه ده لو انا هتخيل حضراتكم سافرت بسرعه الضوء او نص سرعه الضوء لنجم بعيد ورجعت تاني اينشتاين بيقول ان الوقت عليا هيعدي انا ممكن اروح المسافه دي وارجع مثلا في سنه لكن لما ارجع الاقي الارض عدى عليها اكتر من 100 سنه السؤال اللي اتسال اينشتاين الخلايا بتاعتنا هيحصل لها ايه هل انا لو عشت بسرعه الضوء هعيش للابد مش هموت لان الوقت عندي وقف هل عمرنا مرتبط بسرعة الضوء بتاعتنا في ناس ابتدوا بقى يحسبوا في المواضيع دي باكتر من كده ابتدى يشوف الحيوانات اللي بتعيش فترات زمنية طويلة قوي 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 والحيوانات اللي بتعيش فترات زمنية قليلة احنا لا زال احنا من الكائنات اللي بتعيش فترات زمنية معقولة شوية لقوا ان بعض الكائنات اللي بتعيش بالمية وبالمتين مئة سنة ضربات قلبها بطيئة بعضهم يمكن ضربة كل دقيقة ولا ضربة كل دقيقتين ممكن نبقى ندور مع بعض ونشوف القصة ديت يعني الوقت ممكن هم عايشين في وقت بطيء جدا اما الحيوانات زي بعض في بعض في كائن اسمه زي الفار كده بس مش فاكر اسمه دلوقتي ده بيعيش فترة زمنية قليلة قوي اسابيع لقوا ان قلبه بيضق جامد وبسرعة بسرعة 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 لدرجة ان العلماء قالوا لو خدنا الكائن اللي بيعيش لمدة اسابيع ويموت دوت وخدنا البني ادم وخدنا الكائن اللي بيعيش 100 و200 و300 سنه هما في الغالب التلاتة عاشوا نفس الفترة الزمنية، إحساسهم بالوقت هو هو. التلاتة كأنهم عايشين نفس الوقت اللي هم عايشينه، بس واحد عشان ضربات قلبه سريعة فالوقت عنده بيجري. فهو عاش الثلاثة أسابيع دول كأنهم 30 40 50 60 سنة، والتاني ضربات قلبه بطيئة الوقت عنده بطيء جدا فهو عاش 60 70 سنة دول بتوعه ولا 200 300 سنة كأنهم برضه 60 70 سنة زيه زي, -زي البني آدم. وبالتالي اصبح قياس حاجه نسبي انا لازم يبقى في عندي مرجعيه ارجع لها عشان اقول انا بقيس ازاي ودي كانت عبقريه عبقريه النظريه النسبيه ان انا ممكن تطبق على اي حاجه اي حاجه قياسي للوقت نسبي قياسي لعمر نسبي قياسي المدى شيخوخه الخلايا بتاعتي اصبح نسبي واحد يبقى عجوز والتاني لا نسبيا واحد طويل والتاني قصير نظريه نسبيه متدخله في كل حاجه هنا بقى في الايه بتاعتنا كانهم يوم يرونها لم يلبسوا الا عشيه او ضحاها زي اعتقد في حديث كم لابسته يعني بيس... إن يسألوا الناس يوم القيامه كم لابستهم؟ قالوا لابسنا يوما او بعض يوم. يعني احنا يوم القيامه احنا نعتقد ان اللي احنا عشناه ده كان يوم وليله. أه طبعا في ناس بقى عندنا بقى في الفقهاء الدين بتاعنا قالوا ايوه ده بقى لان احنا يوم القيامه هنبقى كائنات نورانيه روحانيه كونيه وبالتالي احنا بنعيش بسرعه الضوء وبنجري بسرعه الضوء. إيه فبالمقارنه بجسدنا الفاني اللي جاي من طمي دوت في اختلاف واحنا زي الملائكه يوميها قعد سمعت كلام غريب ان احنا يعني ساعه يوم القيامة هنبقى بنطير في الملكوت بتاع ربنا سبحانه وتعالى بسرعه الضوء فالوقت هيقف بالنسبه لنا فالدنيا بالنسبه لنا هتبقى كانها عشيه او انا بقى شايف معلش ان الموضوع بيتشاف من نظره تانية خالص ده من ضمن هول وعذاب يوم القيامه احنا شايفين ان الوقت اللي احنا عايشينه على عايشينه على الارض دوت بنعيم وبحلو ووحش وبمره ده نعيم ده جنه ده 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 احنا مفيش احسن من كده وبالتالي عدى علينا بسرعه احنا ما حسيناش بيه لان احنا بنقول الاوقات الجميله بتعدي بسرعه اساله كده واحد الواحد محبوس تقول له انت يقول لك اليوم في السجن بيعدي عليا بسنين لكن اللي قاعد حريته بيتفسح مسافر هنا وهنا بيقول لك ايه الاجازه خلصت بسرعه ليه انا عايز كمان اسبوعين ثلاثه اجازه احساسنا بالوقت بيتوقف او بيعتمد على متعتنا بالوقت كل ما بنستمتع بالوقت كل ما الوقت بتاعي بيبقى قليل قوي 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 وكل ما الوقت كل ما انا بيبقى الوقت ده تقيل عليا وبعمل فيه حاجه مش عجباني كل ما الوقت بيبقى طويل لم يلبسوا العشية عشيه او ضحاها لان كانوا في نعيم في الدنيا ده عذاب انا بتكلم على يوم القيامه مش الجنه والنار ده عذاب يوم القيامه لوحده يوم ما تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب ربك لشديد إحنا قلنا قبل كده إن الملائكة لما تشوف جهنم جاي جاية هيسجدوا حي كلهم يقولوا ربنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك الناس ساعتها يوم يرونها لما يشوفوا عذاب وأهوال يوم القيامة هيعتقدوا إن هم اللي عاشوا فيه ده كان نعيم لدرجة أنه عدى عليهم كأنه ساعة أو بعض ساعة كأنه عشية أو ضحاها وصاد هول يوم القيامة اللي ربنا قال في بعض الأحاديث القدسية بتاعته على ما اتذكر ان هو هيبقى ب الف سنه من اللي احنا عارفينها تخيل بس انت واقف مستني حسابك عند ربنا بمئة الف سنه ده ده بس انت منتظر ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يحكم لدرجه ان الناس اعتقد يوم القيامه هيدعو ربنا سبحانه وتعالى ان هو يفض الوقفه ديت حتى لو هيدخلهم النار تخيلوا ان عندهم عذاب النار هيبقى ارحم من وقفتهم قدام ربنا سبحانه وتعالى منتظرين الحساب منتظرين الحساب انا وانا بكلمكم نسيت تقريبا اللي انا كنت عايز اقوله من من تخيلي لهول اليوم وهول انتظار ان ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك يوم اليمن انت منتظر بس منتظر بس الحساب اللي ربنا هيسيبه لك سيدنا محمد كان قال للسيده عائشه انا هقول لكم يعني من هول الموقف كان بيقول لها سوف تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. غرة بعض المفسرين قال ان هم يعني متعلمين على 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 على, على جباهنا، حفاة عراة غرلا. فالسيده عائشه قالت له, له يا رسول الله الرجال والنساء بعضهم ينظر لبعض؟ ما أنت حفاة وعراة مش لابسين هدوم، فالسيده عائشه سابت بقى العذاب والقصه دي كلها جه في دماغي حاجه تانية خالص، يا يا رسول الله الرجل والمراه بعضنا ينظر لبعض؟ فربنا فسيدنا محمد الله لها يا عائشه لكل امرئ يومئذ شان يغنيه اللي انت بتعمله في الدنيا وبتضيع عليه حياتك وبتجري عليه سواء اولادك او المراه او او او, أو يوم القيامه ملوش اي تمن يوم يفر المرء يوم يفر المرء من ابيه وبنيه وصحبته وخليل انا مش فاكر نص الايه كله هيهرب من كله كله هيهرب من كله ده اللي هيخلينا بقى نشوف يوم الايام نشوف بقى الدنيا اللي احنا عشناها على الارض بنعيمها كانها عشيه او زي ما قال اينشتاين بالظبط. احساسنا بالوقت بيتوقف على احساسنا او على سرعه حركتنا اللي بنتحرك بيها كل ما نتحرك بطريقه اسرع كل ما الوقت بتاعنا يحصل له ستريتشنج فالكائنات حتى اللي ضربات قلبها سريعه قوي 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 بتبقى عمرها قليل لكن هي عندها كانها بتعيش فترات طويله لان الوقت عندها ممتوط ممدود والكائنات اللي ضربات قلبها بطيئه جدا هي الكائنات اللي بتعيش عشرات بل مئات السنين الوقت عندها هي حاسه ان هي عايشه زينا 60 70 سنه وبالتالي النسبيه دخلت في عمرنا دخلت في احساسنا بالوقت في احساسنا بالكون وبقى عندنا اكسبريشن ثاني اسمه السبيس تايم او الزمكان ان انا وجودي واحساسي بالمكان يتوقف على الزمن اللي إن انا فيه والزمن اللي انا فيه بتوقف على سرعه الضوء اللي حواليا وسرعتي مقارنه بسرعه الضوء والاحساس ده كله بتوقف على الموقف اللي انا فيه الموقف دوت يعني انا بشتهيه او ان انا ببغضه لو انا بشتهيه في الوقت بيعدي عليا بسرعه لو انا ببغضه فالوقت بيعدي عليا ببطء اينشتاين في النظريه النسبيه بتاعته فتح الباب وصاد السفر عبر الزمن سواء للماضي او للحاضر لكن النظريه النسبيه برضو بتقول ان احدى الاتجاهات من دول مستحيل تحقيقها الناس لسه بتحاول تثبت هل من الوارد ان احنا نسافر عبر الزمن ولا لا في بعض التجارب مش هقول لكم بقى سيبها لكم فجاه بعملها لكم في حلقه بعدين بعض التجارب طلع عندهم نتايج النتايج دي اثبتت او نفت مش لكم دلوقتي هل ممكن نسافر قبل الزمن ولا لا لكن لا يزال باب السفر حول الزمن مفتوح بناء على النظرية النسبية لأينشتاين كل شغل الفضاء اللي احنا شايفينه واقف على بناء النظرية النسبية لأينشتاين علم السيكولوجي كله وإحساسنا بالوقت برضه واقف على النظرية النسبية بتاعة أينشتاين عشان كده هي واحدة من أعظم النظريات اللي العلم قدمها للبشرية وبتتفق تماما 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 مع الآية بتاعتنا رقم 46 من سورة النازعات كأنهم يوم ما يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها شكرا لحضراتكم وأشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته